ما هو بترمي عليه كستيفنس في الوجه اكبر طبعا، لان عندك ارتفاع 5 متر في عرض 5 متر في سمك ربع ما بيفرقش معايا، بس الاستيفنس في الاخر كبيره. ايه مشكلتي بقى؟ العزمة الرأسية اكبر من المطلوب قبل السمك. طب نقول حل الفلور اكبر ليه؟ نرجع بالتصميم. انا بعمل ديزاين للفلور، طب بعمل ديزاين على ايه؟ ام ودي. طب الام ودي مع بعض يبدو دي اكبر في القانون المبدئي ولا ام بس تدي اكبر؟ ام ودي. لو تفتكروا كنا بنديكوا 50 يعني مين المفروض يطلع اكبر؟ الفلور. مقتنعين؟ تمام؟ يبقى ارجع للتصميم بتاعي هلاقي ان هي معرضه ام ودي، فلازم هي تطلع اكبر. الحكي ده صح. في الامتحان ممكن اسويهم بس ما ينفعش دي تقل عن 25 الا لو انا دي محتاج 25 وعملتها 400 يبقى انا كبيره ماليش دعوه بيها، ودي عملتها 30 دي اكبر اه بس ايه سيبها معايا ما عنديش مشكله، بس لوجيك المفروض الفلور هي اللي تطلع اكبر من زي المساله اللي بالظبط. طيب دلوقتي الراجل يديني مساله ويقول لي اديني شويه معطيات في الورق اللي معاكم، يقول لي ان الكفر ب 1.5 متر على متر مربع، قال لي ان الووتر هايت 2.5، اف سي يو 30، اف يو 360، لايف لود ب 3. طب انا لو شلت اللايف لود اون ذا روف وقلت لك اللايف لود ب 3 ده على مين؟ اللايف لود ده على مين؟ على الروف والفلور ولا الروف بس؟ ايه؟ الروف بس. طب حد بيقول على الفلور؟ حد ممكن ياخد اللايف بتاع الفلور؟ ها؟ مستحيل مستحيل. اللايف لود ده بني ادمين بيتحركوا فوق الخزان، هل ينفع ينزلوا ده؟ هينزلوا بس ينزلوا امتى؟ لو الميه فاضت. وبالتالي عمر ما اللايف لود هيزيد عن اللايف لود بتاع الميه، عشان برضه لو حد حب يفكر عمره ما هيزيد، بس عمر ما حد وهو بيحل الفلور ياخد اللايف لود اللي مديهولي في المساله، لان اللايف لود على الفلور هو مين؟ الووتر بريشر بس. تمام؟ فكده وضحنا المساله بس بسيط. اول حاجه المساله قلنا ايه؟ قلنا امسح ارتفاع الميه اللي هو مديهولك خالص من المثال بتاعك، ما ترسموش حتى في ورقه اجابتك خالص. يبقى ارتفاع الميه كام؟ 2.85. يبقى نفكره زي ما انا بفكر كده هتلاقي الدنيا ماشيه كويس. اول حاجه نبهنا عليها قلت لك شيل ارتفاع الميه. شلنا ارتفاع الميه وخليناه لفوق. اجي على جنب اعمل دخل نفسي كده بسيطه. اقول لنفسي ان خلي بالك من اول المساله قبل ما اخش في المعمعه ان اتش ووتر بكام؟ ب 2.85. ماليش دعوه باللي متهيألي في المساله. ليه؟ لان احنا قلنا الغلوس في كيس لما الميه تعلى. تمام؟ طيب هبتدي اجهز مسالتي، اجهزها ازاي؟ اجيب اول حاجه اتش سنتر لاين. بكام اتش سنتر لاين؟ قال لي اتش سنتر لاين من الارتفاع الداخلي زائد نص دي زائد نص دي هتطلع معاك 3.1. هي طلعت 3.078 3.1. فرق بسيط. تمام؟ 3.1 متر. تعالى للبلان. البلان قلنا جميع المسافات سنتر تو سنتر، محدش ياخد ال 4 4. هي ال 4 4 سنتر تو سنتر؟ لا. يبقى اروح اجيب مين؟ اروح اجيب سنتر تو سنتر بالنسبه للحوائط. سنتر تو سنتر بالنسبه للحوائط بكام؟ كام المسافه دي؟ عشان الناس ممكن تقع فيها. كام المسافه دي؟ المسافه بتاعت البلان دي بكام؟ سنتر تو سنتر؟ 4 4 طب ومين؟ 4 4 بالظبط. مين ده يا جماعه؟ وول. محدش ياخد سمك فلو. ده الوول. محدش ياخد سمك فلو. تمام؟ عشان بتلاقوا في الامتحان ده سمك فلو. ده كل اللي في البلان ده وول. يبقى اخد سمك مين؟ الوول اللي هو 25. وصلت؟ يبقى هنا ده 4.25 كلنا مقتنعين، 4.25 كلنا برضه مقتنعين. طيب يلا بينا بقى كده، جهزت مسالتي، جهزت الارتفاعي، بصيت على المثال، المثال قال لي ايه؟ ووتر هايت. يبقى السائل اللي موجود ميه ولا حاجه ثانيه؟ ميه. يبقى معنى كده ان جوه بكام؟ ب 10 كيلونيوتن على متر مربع. لو دخلت المثال زي ما انا بقول لك كده مش هتحتاج تفكر في المثال. خلاص انا جبت الحاجات اللي ممكن اقع فيها. جبت ارتفاع الميه اللي ممكن اقع فيه خلصت منه. جبت الجمل اللي ممكن اقع فيها خلصت منها قبل ما اخش اعمل اي ايه؟ استرس على دماغي. جبت ارتفاعات سنتر تو سنتر قبل ما اخش في اي مساله. طب يلا بقى نخش في المساله، خطوات سيستماتيك نطبقها. اول حاجه هنعمله ايه؟ ديزاين وول از سلاب. اول حاجه بجيب الار، الار بتساوي كام؟ قبل ما اجيب الار ارسم لي ايه؟ شكل الوول. جميع النواحي فيكسد ما عدا اتجاه، يا فري يا هنج، يبقى هنج. تمام؟ ليه؟ لان عندي روف فوق في المساله. اول حاجه احسب نسبه ار، البعد ده كام؟ والبعد ده كام؟ البعد ده الارتفاع ده سنتر تو سنتر باخده من الاليفيشن 3.1، البعد ده باخده من بلان 4.25. تمام؟ انا سريع طبعا، ايه؟ مش مستحق ان اقول الكلام ده. طيب جينا بعد كده وقلت حددت الار، اول حاجه
الار بتساوي كام؟ نسبه البعد الكبير 4 وربع على 3 10 في 4 وربع مستمره من جهتين 76 صح؟ الجهه الثانيه 3 10 فيكسد فريق فيكسد هنج بكام؟ 87 جبت الار، الار طلعت بكام؟ طلعت 1.2 1.2 دي نوعها ايه؟ توي سلاب اقل من 2 يبقى البارنس بتاعتي توي سلاب بعد كده فكر عليها على طول الفا وبيتا صح؟ قود مصري ولا جراشو؟ جراشو يبقى الالفا بتساوي كام؟ ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4 طلعت الالفا معايا بوينت 6 7 5 طب بيتا بكام؟ 1 ناقص الفا يبقى بوينت 3 2 5 في حاجه في الكلام لحد دلوقتي؟ هات لي دبليو توتال بكام دبليو توتال؟ عايش دبليو سلاب بكام؟ ده موتر في اتش هل ارجع اشوف بقى الاتش اهله والكلام ده؟ انا محضرها في البدايه 2 85 في 10 يبقى 28 ونص الوحدات مهمه في نيوتن على متر مربع جبت دبليو توتال هات لي دبليو 1 ودبليو 2 طيب واحده واحده هو انا نوع الباروته دي ايه؟ تو واي فين الحمل القصير؟ في الاتجاه الصغير صح كده؟ يبقى انا هعمل هنا شرطتين وهعمل هنا شرطه هسمي ده دبليو فيرتيكال وهسمي ده دبليو هوريزونتال صح كده؟ الدبليو فيرتيكال تاخد مين الفا ولا بيتا؟ الفا يبقى انا اول ما الاقي الفا في الموضوع اللي هي دي قلت لك هنا لو هضرب الفا في دبليو توتال يبقى دي دبليو فيرتيكال صح؟ ولو هضرب بيتا في دبليو توتال يبقى انا كده ده دبليو هوريزونتال بكام وبكام؟ قال لي ان الفيرتيكال طلعت ب 19 و23 والثانيه طلعت ب 9 27 في مشكله في الكلام لحد دلوقتي؟ طيب مثل دبليو 1 دبليو 2 مجموعهم لازم يديني دبليو توتال بعد كده هنعمله ايه؟ جبت دبليو هتعمل ايه؟ خد السكشن عشان تجيب الاحمال اللي بتنتقل في الاتجاه طب عايز اقول حاجه بسيطه جدا بس لو انا عندي عشان بس ايه ما بقاش كده ايه طولت لكم حاجه لو عندي حيطه ارتفاعها كبير ارتفاعها كبير جدا بالنسبه لعرضها فانتقال الحمل لقيته 1 واي في الاتجاه القصير وانا باخد سيكشن راس الاحمال بكام؟ انا دلوقتي لقيت حيطه ارتفاعها كبير جدا بالنسبه للعرضه يعني لقيت الحيطه 1 واي في الاتجاه الافقي بتاع الحيطه فانا باخد سيكشن وانا بصمم از ريم باخد سيكشن فين في الاتجاه الراسي طب الاحمال هنا بكام؟ 1 واي بس ايه؟ انا قلت ايه في الاذى مين؟ ووتر بريشر بس هو اللي عندي في العرض زيرو ايه؟ زيرو زيرو طب نسيت شرط الكود؟ لا 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 نسينا شرط الكود ايه شرط الكود؟ قلت لك لو عندي مثلث كده ومثلث تاني صغير خد منه قد ايه؟ ربع مسألة دي مسألة امتحان برضه الناس كلها هتعملها ايه؟ زيرو هتاخد هي الزيرو الكود قال لك كلوجيك لو نقطة باي هنا هتروح لهنا حتى لو كانت البلاطة أفقية يبقى معنى كده وأنا راسم الشكل ده أحط عليه إيه؟ شكرا يا ما حدش في الامتحان يجي يقول لي أنا ممكن آخد سيكشن رأسي معهوش أحمال مش هتحصل عندنا يا عليها مثلث كبير ومثلث صغير يا عليها مثلث كبير بدبل توتال يا عليها مثلث صغير متفقين؟ حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ مفيش أي مشكلة؟ إيه؟ تمام؟ طيب كده احنا جبنا الجزء ده طب الكثافه بتاعته كام؟ ربع ربع ايه؟ هوريزونتال هو انا عندي فيرتيكال؟ البلاطه 1 واي هل انا جبت بيتا والفا؟ ما جبتش يعني هو 1 واي مالكش دعوه بمسالتي انا بتكلم الحاله دي هل انا جبت بيتا والفا؟ لا مساله 1 واي يبقى ربع ايه؟ دبليو توتال تمام؟ يبقى ربع دبليو توتال اللي عندي يبقى دي بالنسبه لل الفكره اللي كنت عايز اشرحها وعشان الناس ما تقعش فيها وتبقى ايه؟ فكره مهمه. طيب نكمل بقى على مسالتنا عادي خالص نمشي سيستماتيك عادي خالص. خدت سيكشن في الاتجاه الراسي، خدت سيكشن اهو. الارتفاع ده كام؟ 3 متر 10 صح؟ عندي ايه؟ عندي مثلث كبير ومثلث صغير، مش لازم الناس في الامتحان تروح تقسم مثلثين وتيجي تعمل تهشيل كده وتقول ده وده وبعد كده تاخد ترسمها رسمه ثانيه خلاص انا ده بس بحركه ليه؟ عشان نعرف ان في مثلثين مثلث صغير ومثلث كبير. المثلث الكبير ماله؟ اللي هو بتاع الفيرتيكال صح؟ اللي هو كام؟ 19 23 والمثلث الثاني 9 27 صح كده؟ ارتفاع ده كام؟
ربع ال H 3 متر 10 طلع كام؟ طلع عندي هنا في المسألة 0.775 تمام؟ وخد لأقرب 3 أرقام بعد العلامة عشان امتحان الـ MCQ خد أقرب 3 أرقام بعد العلامة تمام؟ سواء فريمات سواء تنكات حلو كلام؟ طيب جينا بعد كده حضرنا حفاية الجول خلصت الجول ولا لسه؟ ها؟ ايه؟ خلاص صح بس خلاص خلصت اربعه تاني خطوه ايه؟ لو يلا بينا الناس تتفاعل معايا هنعمل ايه؟ اول حاجه ارسم شكل الفلو فيكس من جميع النواحي صح كده؟ فيكس خلاص اول حاجه حد ايه؟ ار ابعاد الفلو كام؟ ها؟ لا ما تبصش لورا ابعاد الفلو كام؟ كام؟ 4 وربع في 4 وربع محدش يكتب الارتفاع كل دي من البلان تمام؟ أول حاجة ار البلاطة مالها؟ فيكسد والاثنين متساويين يبقى الار هل ليها لازمة؟ بتساوي واحد على طول يبقى الفا بتساوي بيتا بتساوي كام؟ نص يبقى دبليو 1 بيساوي دبليو 2 بيساوي دبليو توتال على الاثنين صح كده؟ تعالى نشوف دبليو توتال إيه الأحمال الموجودة على الفلور؟ أسأل نفسي أول حاجة المية جاما ووتر في اتش ووتر عمودي 28.5 زائد الاون ويت التي في البدايه كان مديهولي هو 0.3 صح كده؟ طيب بعد كده اجي اعمل ايه؟ في جاما ار سي 25 زائد ان عندي كفر مديهولي في المساله 1.5 وان لم يعطى خلاف ذلك هاخد 1.5 راس تمام؟ طيب جبت ده بتوتال طلعت بكام؟ 37.5 صح كده؟ يبقى دبليو 1 بيساوي دبليو 2 دبليو توتال على الاثنين بتساوي كام؟ 18.75 تمام؟ في مشكله لحد هنا؟ حضرت الاحمال يبقى انا هرسم شكل كده الشكل ده عليه كام؟ ايه قيمه الحمل اللي هنا؟ ها 37.5 ولا 18.75؟ 75 حد بيقول 37.5 ها؟ كله متفق؟ يبقى هنا 18.75 ليه 18.75؟ لان درجه الحمل دبليو واحد جزء هينفصل في اتجاه وجزء ثاني في اتجاه والشرطتين هتدي اي اتجاه لان الاثنين متساويين مش فارقه معايا تمام؟ طيب يبقى انا كده 18.75 حضرت احمل الفلوت الخطوه اللي بعد كده ها حلوا الاثنين مع بعض تمام؟ يبقى نحلوا الاثنين مع بعض نحلهم بايه؟ 3 مومنت ايكويشن طيب يبقى احنا دلوقتي هنطبق 3 مومنت ايكويشن هطبقها ازاي؟ لو الاول ارسم لي الشكل بتاع المساله شكل المساله مثلث كبير مثلث صغير الناحيه الثانيه مثلث كبير مثلث صغير حمل محطوط على الفلو ركيزه هنا وركيزه هنا وركيزه فوق عشان في وول وركيزه فوق عشان في وول ابطأ ولا زي ما انا برشح الحاجات دي قلناها تمام؟ طيب يبقى انا دي احمال اعمل افراد عندي كام ركيزه؟ ادي ركيزه الثانيه الثالثه الرابعه اول حاجه عندي الركيزه اللي فوق شكل متماثل دي ايه دي زيها هناك ايه الركيزه دي بي يبقى زيها هناك بي صح كده حط الاحمال عندي هنا حمل موزع وعندي هنا حمل مثلث وحمل مثلث صغير وهنا مثلث وهنا مثلث صغير تمام يلا بينا نحل سيم مومنت ايكويشن عندي الطول ده كام والطول ده كام والطول ده كام يلا معايا الطول ده كام كام 3 و1 وده تمام يلا هنا سيم مومنت ايكويشن اول حاجه مومنت عند ايه المومنت يمين شمال الركيزه في المسافه 3.10 زائد 2 المومنت عند الركيزه في المسافه يمين زائد المسافه شمال صح كده زائد المومنت عند الركيزه يمين في المسافه ما بينهم اللي هي 4.25 بيساوي سالب 6 في الار صح كده الار قلنا نعمل فيه ايه هاتوا على جنب واحسبوا لوحده ناتج من الار ناتج من الحمل الموزع مره بالدبليو بتاعته بالال بتاعته بالحمل المثلثي مره بالال بتاعته بالدبليو بتاعته بالحمل المثلثي الثاني مره بالال بتاعته بالدبليو بتاعته بس نخلي بالنا احنا الحمل المثلثي اللي هو ربع البحر القاعده اللي معانا تبقى ايه؟ دبليو ال تكعيب على 350 مين ال؟ ال كل ربع كل كل لو خدنا ربع البحر يبقى انا هشتغل في القانون حمل موزع على بحر كامل دبليو ال تكعيب على 45
يا عم معاملك ده. طب ليه قسمناها 250؟ تقسيم اللي انا هوزعه على البحر كله عشان برضه محدش يجي يعوض بربع. لا اللي كامله في القانون ده اللي كامله تمام. طيب يبقى احنا كده جبنا الار، لقينا ان المومنت هنا بيساوي كام؟ بيساوي سالب 21.30. طب الدكتور في المساله اللي نزلها القديمه عمل ايه؟ قال لك ان هنا دخل تاثير الانرشيا. ليه دخل تاثير الانرشيا في الاعتبار؟ ليه؟ قال لك نتيجه اختلاف الانرشيا بتاعت الوول والبيم، الوول والفلور، دي ب 25 ودي ب 30، يبقى الاختلاف فيه اختلاف في الانرشيا. طيب تعالى كده نجربه هيأثر ايه القانون؟ كل اللي هيأثر هعمل ايه؟ هجيب الايه؟ الاي بتاعت مين؟ بتاعت الوول، وهجيب اي فلور. طب دي بكام ودي بكام؟ الحمد لله نظام السمك. ايه؟ نظام السمك. عادي ممكن نحطهم الاثنين نظام السمك. دي طريقه، ممكن بي اتش تبقى على 12 لانه شكل مستطيل، ايا كان. المهم انا عارف ان دي كل صوره. بس هعمل ايه بعد كده؟ كل بحر اقسمه على الراي بتاعه. البحر ده يخص مين؟ الوول، يبقى اقسمه على راي الوول. والبحر ده يخص مين؟ يبقى اقسم ده على الاي بتاعت الوول زائد ده على الاي مين؟ فلور. كل بحر على ايه؟ على النشا بتاعته. وده مين؟ ده الفلور، يبقى اي فلور. طب بعد الهري ده كله، ايه الفرق بين العزم ده والعزم التاني؟ طلع العزم لما خدت الانرشيا، ده العزم لما خدت معايا الانرشيا، التاني طلع كام؟ طلع حوالي 23. فرق بسيط، الدكتور قال يتم اهمال الانرشيا ما عادش اي لازمه. تمام؟ طب لو السمك الاثنين متساويين، هل هدي اعتبار الانرشيا اساسا؟ ده خلاص، يبقى احنا نفكنا من الكلام ده. برضه قبل الامتحان هتلاقي الدكتور بينبه عليكم على الكلام ده كله، هو بيحط الام سي كيو اخر محاضره كلكم احضروها، ما بيقدرش يحضر. هيقول افكار اللي هو حاطط بيها الامتحان، قربوا لاقرب ثلاث ارقام عشريين، خدوا الانرشيا معاكم في الاعتبار. الكلام ده كله لو ما حضرتش محاضره تفضلوا على الجروب، بقى واحد ينزل كلمه التاني ده بيجري وراه، التاني بينزل كلمه ثانيه بيجري وراه، تلاقي نفسك داخلين الامتحان مش هتحلوا حاجه خالص. فلازم تحضروا اخر محاضره. بياخد فيها غياب اول حاجه. تاني حاجة بيقول التركات دي، لأن هو بيحط عايز النتيجة اللي يطلع لك يطلع له، فبيقول لك أنا قربت الأقرب ثلاث أرقام عشريين، أنا خدت الإنرشيا معايا في الاعتبار، أنا أهملت الإنرشيا في الاعتبار. في الحل الشتات والحل العادي في الميد ترم اهمل الإنرشيا معاك في الاعتبار. تمام؟ هيطلع العزم سالب 21.30. طيب بعد كده عملت إيه؟ جبت المومنت، بعد ما جبت المومنت عامل إيه؟ يبقى أنا هرسم الرسمة بتاعتي، الوول أهو بتعمل كده وده الشكل، وجبت النيجاتيف مومنت اللي هو 21.3، وخدت الوول، خدت الفلور، الفلور عليها نيجاتيف مومنت هنا ونيجاتيف مومنت 21، نزلت جبت التعليق دي قبل من سكور على 8، ودي ناقص الام نيجاتيف اللي هي 21.30. تمام كده انا حضرت احمال الفلور وحضرت احمال الوول. خلاص اقدر اخش اصمم؟ لا. فين التي؟ خلي التي ترن في ودني كده. فين التي؟ اجيب التي ازاي؟ حط احمال، اهي الاحمال، مثلث كبير ومثلث صغير على الوول، ركز الحمل ده وركز الحمل ده، خد عزوم عند النقطة دي. تجيب لي مين؟ هات لي التي اللي هي سميناها هنا كيو، الكيو بتساوي التي، جبت الرقم ده. أنا كده قادر أعمل إيه؟ أخش بالرقم ده كله كده، وأخش ده بالمومنت بس، وأصمم. هصمم إيه؟ هصمم الفلور على مومنت 21 30 والتي، وأعمل ديزاين. هصمم الإم بوستر على المومنت البوستر ومع التي، وأصمم، وأروح للرول أصممه على إيه؟ على إم بس. تمام؟ اصمم واحده ولا تصميم سهل؟ ايه تصميم واحده في الاعتبار ولا سهل؟ تصميم واحده؟ طيب تعالى اول حاجه نعمل تصميم واحده كده مع بعضنا ونكتبها في الورق، نصمم سريعا مع بعضنا. انا ما كتبتهاش لان سهله، قوانين البشر بتعوض بيها. تعالى ناخد اصعب سيكشن، تصميم مين؟ تصميم الام نيجاتيف والتي. الام نيجاتيف والتي مالهم؟ هو ده اللي يهمني ولا الام بوزيتيف والتي بيهمني؟ النيجاتيف. طب جيت في الامتحان بقى والدنيا تقيله، ولقيت ان الام بوستيف اكبر من الام نيجاتيف. هو انا عارف، انا فاهم اللي يهمني النيجاتيف، بس الدكتور في المحاضره قال ايه؟ قال لازم تعمل على طول تشيك ستريس سواء يهمك او ما يهمكش. طب انا في الامتحان ومتلخبط وعايز اخلص نفسي، ولقيت الام بوستيف ب 40 ولقيت ان الام نيجاتيف ب 30، اعمل ايه؟ هل اخد دي واصممها واخد دي واصممها وافضل بقى ان انا عمال اصمم؟ اشتغل بال 30 لو ال 30 طلعت سيفت المفروض ال 40 هتبقى سيفت؟ لا العكس، اشتغل بال 40، لو ال 40 سيفت اكيد ان التوفيق سيفت، مش هعملها اساسا. اللي انا هعمله ايه؟ تسليم وخلاص، مش هعمل تشيك ستريس.
يبقى انا اشوف الكبير واعمل عليه تشيك ستريس. لو الاستريس امن مع الكبير اكيد مع الصغير امن، يبقى وانا بحل الصغير هعمل خطوه اي اس تي بس، مش هخش اعمل تشيك ستريس تاني. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي تعالى بس اول حاجه احنا عندنا تي بكام؟ ب 30 تقريبا 30.1، وعندنا نيم نيجاتيف ب 21.3. يلا بينا نعمله ديزاين. اعمل ديزاين ازاي؟ اول خطوه في الديزاين، يلا يا جماعه اول خطوه اعمل ايه؟ ها اول خطوه في الديزاين اعمل ايه؟ اجيب الاكسبريس. طب نطيت لي كده تكتر الاكسبريس، نطيت لي كده. اول حاجه مين ده؟ تي. التي ما جيناش من الاول قلنا التي. اول حاجه نقوله التي، التي بتساوي كام؟ بتساوي 55 جذر الام ووركينج صح؟ زائد 50. الله ينور، زائد 50. وايه تاني؟ وبوينت 6 تي ووركينج زائد 50. حد معانا؟ طب سريعا معلش خليك معانا في الجول ده بس. الام هنا ب 21.3 والتي هنا بكام؟ 30.1. قولي 30 يعني. ده كده هنعوضه عليه 30 وده كده هنعوضه عليه ب 21.3. اول واحد 303.8. اول واحد 303.8. ثانيه. هي اول واحد 351. طيب. 68. ملاحظين حاجة؟ شايفين دي هنا كام؟ دي هنا كام وهنا كام؟ يعني الامتحان اعمل ايه؟ تمام؟ طيب جبنا أول حاجة تي، هاخدها 303؟ ها؟ يا عم أنت مش بخيل، 350 وردت حاجة من جيبي؟ 350 لا مش تمام؟ 350 خلاص، يبقى أنا تي 350. تعالى كده لو ما كناش عملنا الخطوة دي تعالى كده الفلور بكام؟ 300. طب اللي كان هيكمل تشيك ستريس كان هيعمل ايه؟ انسيف يعمل ايه؟ يرجع يطلع للقانون يلاقي 350 ينزل تحت يلاقي سيفن ضيع قد ايه؟ 10 دقايق ضيعوا. طب ما انا خطوه من الاول تمام؟ يبقى اول خطوه عملتها ريحتني كتير. ثاني خطوه اعمل ايه؟ تشيك ستريس. تشيك ستريس ازاي؟ ان انا اجيب الاجهاد اللي جاي عليا ناتج منين؟ النورمال فورس اللي هي تي زائد الايجاد الفعل اللي جاي عليا ناتج من المومنت بيساوي كام؟ الناتج من النورمال بيساوي كام؟ بيساوي الفورس اللي هي 30 واحولها لنيوتن 10 اس 3 على البي في التي. تي بكام قلنا؟ 350 في البي بكام؟ ها البي بكام؟ كام؟ 1000. ليه؟ لان انا في البلاطه بدل الشريحه 1 متر تمام؟ طيب من هنا زائد المومنت بكام؟ ب 21.30 ف 10 اس 6 اضرب هنا في 6 لان في 6 تحت في المقام في البي ب 100 في التي 350 تربيع بيساوي 1.12 الاف سي تي ار على ايتا في واحد هيختار الصعوبه ويعمل ايه؟ يروح يجيب التي فيجوال وبعد التي فيجوال يروح يخش الجدول يطلع الايتا. طب انا بقول لك اعمل الوست كيس، لو طلعت غلط ارجع تاني اعملها. دي بكام؟ دي بكام؟ بوينت 6 جذر الاف سي ب 30. جربني ده كده الترم هيطلع كام؟ 1.9. انت متخيلين؟ متخيلين انت وفرت وقت قد ايه؟ وفي الاخر طلع الفرق قد ايه؟ انت متخيل انت مش محتاج تجيب التي فيجوال؟ مش محتاج اخش اعمل قانون وادخله على الاله واضيع وقت. انا عملت ايه؟ حطيت الوست كيس. لما دي ب 1.9 ودي ب 1.12 دي سيف. طب لما انا اخش الجدول الاقي دي قلت، لما دي قل 1.9 تبقى 2. طب ما كده سيف، يبقى انا عملت ايه؟ حاول ما تضيعش وقت على الفاضي. خلص نفسك هتلاقي الدنيا ماشيه معاك كويس. انا هو عوضت 1.7 ضيعت وقت ده شيل القانون على الاله طلع لي سيف سيف شكرا طلع سيف. مشكله؟ لو كنت بقى دخلت بال تي ومش عارف ايه والجدول وحد طبق في الجدول وهو باستجمال وهو هتلاقي الدنيا ايه؟ لطشت معاك، شكلك زملكاوي عشان كده هتعمل كده صح؟ بس كده احسن ناس. فايه؟ 1.7 تمام؟ فده اهم حاجه. يبقى احنا كده القطاع بتاعنا امن ولا مش امن؟
امن تمام. طب لو جه في الامتحان في الام سي كيو قال لك ايه؟ قال لك في السؤال ان التي بيساوي 300 ذا سيكشن سيف اور نوت سيف، هعمل ايه؟ هو مدالك فعليا بقى في السؤال مش هعمل تي. ليه؟ لانه ما بيقولكش اوجد التي، بيقول لك اللي انا مديها لك هي امنه ولا غير امنه؟ يبقى مش هعمل الخطوه دي. واصلين معايا؟ يبقى الخطوه دي هعملها امتى؟ لما يسيبني انا حر، يقول لي اختار تي تامن القطاع، يبقى هعمل القانون ده. طب ده في الامتحان قال لي تي بيساوي 300 اتشيك ذا سيكشن، اعمل ايه؟ خلاص يبقى انا هاخد ال 300 اعوض بيها طلعت سيف او سيف، طلعت نوت سيف او نوت سيف. ليه؟ لان ممكن يقول لك اوجد الالاوبل ستريس. طب الالاوبل ستريس لو انت اشتغلت بالفرض المبدئي وهو مديك تي ثانيه مش هيطلع لك نفس الام سي كيو. يا برضه دي حاجه عشان تبقوا عارفين. دي بعملها امتى؟ لو ما الزمنيش في المساله بتي معينه يبقى لازم اعمل دي. لو الزمني تي معينه لا اخش اعمل تشيك ستريس على التي اللي هو مديها لي، يا اما اقول له القطاع امن يا اما غير امن. خلاص؟ طيب. ما اصلا دي من اول تي اس. مفيش مشكلة. جه هنا في الدكتور هو بيشرح وهو بيحل المسألة دي عمل ايه؟ راجع جابت دي تاني. ليه ما كانش ملزمة؟ كان مديهالك دي ب 30 كده عادي. في الام سي كيو هيعمل لي ايه؟ مش حاسة فرق في كلامك، يعني انت من شوية قلت دي معطلة. دي معطلة دلوقتي. جه في السؤال هتلاقي الدكتور عمل ايه؟ قال لي أول حاجة احسب التي. طلعت معاك 350، راح جاي مكمل ليه؟ طب ليه؟ لأنه كان امتحان مقالي. فأنت بتعملي الخطوة دي. طب في الام سي كيو هيقول لك ايه؟ هيقول لك تي وول او تي فلور ايكوال كذا اتشيك ذا سيفتي بتاع القطاع، فاهماني؟ هو كده بيقول لك ايه؟ لما التي كذا اعملي لي تشيك عليها، ما بيقولكيش انت اديني التي اللي بتسيب. لكن لو جاب الامتحان قال لك ايه؟ قال لك فايند سيكنس اللي يخلي الاجهاد الاول مسموح بيه، اعمل ايه؟ يبقى لازم اعمل المعادله دي، فاهماني؟ هو ده بس الفرق بين الاثنين عشان الناس برضه ما تاخدش كلمه غلط، تمام؟ ده اول حاجه. ده كده القطاع امن. الخطوه الثانيه اعمل ايه؟ اجيب اريا ستيل. اريا ستيل اول خطوه بنعمل فيها ايه؟ ها؟ اول حاجه دول اهم حاجه عندي تي التيمت وام التيمت، واحد ونص في وركينج واحد ونص في ام وركينج. خلاص؟ قبل كل ده انا جيت جنب الالتيمت خالص، جبت الايه؟ جبت التي. اول حاجه عندي اكسنتريستي. اكسنتريستي بكام؟ قال لي المومنت 21.3 على التي 30، واحد يقول لي طب ما احطهاش التيمت ليه؟ براحتي، ما هنا لو ضربت في واحد ونص وهنا في واحد ونص هيروحوا مع بعض، مش فارقه كتير. اكسنتريستي بكام؟ 71 كام؟ 71 مين؟ مالها دي؟ قارنيها بالدي ماينس دي داش على الاثنين، الدي هنا بكام؟ القطاع 350، والدكتور قال لي خد الدي داش ب 40، يبقى 350 ناقص 40، وبيقول لي نقص ثانيه 350 ناقص 40 تديك كليه، صح كده؟ مش 350 دي دي اصلا مش دي. ايوه انا بقول اهو الدي بتساوي 350 هي التي، اطرح منها الدي داش ب 40 يبقى جبت الدي، وارجع تاني دي بتدي كام؟ 310. يبقى اقول هنا 310 ناقص كام؟ الدي 40، ممكن اقول التي ناقص 2 دي واخلص حاجه، بس انا حبيت افهمها لك تمام؟ على الاثنين بكام الجزء ده؟ 135 135 هكتبها كده. هو تذكرني ايه بايه؟ مليومتر. اعمل ايه؟ اقسم على كام؟ يطلع لي كام؟ بوينت 135، صح كده؟ مين اكبر؟ دي اكبر. يبقى المثال ايه؟ لارج اكسنتريستي. يبقى المثال لارج، تمام؟ اعمل ايه بعد كده؟ اول حاجه ام اس. ام اس انا حاطط القانون بيساوي كام؟ ام التيمت اللي هي كام؟ 21.3 فيه 1.5 يطلع كام؟ ام التيمت كام؟ 1.5 في 21.3 31.9 دي التيمت كام؟ 1.5 في 30 45، تمام. يبقى انا عندي هنا اول حاجه لارج ام اس بتساوي كام؟ ام التيمت 31.90 ناقص ولا زائد؟ ناقص. التي بكام؟ ب 45 في الدي ماينس تي على الاثنين، الدي قلنا بكام؟ 310. طب واحدة واحدة، أنا هنا شغال وقت تاني. كيلومتر متر. أحط 310 بوينت 3-1 ناقص الحاجات دي بتفرق، ناقص كام؟ 35% على 2، دي من دي؟ تي على الاثنين. يطلع لي هنا الإم بكام؟ جبت الإم هنا، خلاص؟ هروح أجيب الألفا والكلام ده؟ لا خلاص، قلنا طالما مومنت بس يبقى الالفا 0.1. يبقى اريا ستيل بكام؟ المومنت اللي عندي
اللي هو 31.9 في 10 اس 6 على كام؟ اف اي 360 على 1.15 في البي كريتيكال في كام؟ في 0.95% دي صح كده؟ زائد مش محدش لسه الترم ده مش مهم هتنسوا في وانا هسيب الترم اس 3 لو انا مش هاخدها في القانون اللي بعدين يعني مش هاخدها ما عوضتش بيها صح سوري ده صح هنا المفروض احط ام اس هنا المفروض احط ام اس صح الله ينور هنا المفروض انا احط ام اس تمام يبقى هنا ام اس في 10 اس 6 على اف اي اللي بي كريتيكال و 25 بس كده لازم احط تاثير التنشن فورس تاثير التنشن فورس بكام؟ قال لي 45 في 10 اس 3 على 360 على 1.15 في البي كريتيكال نقط بقى شويه عند الحته دي البي كريتيكال بكام؟ الدكتور قال لك تعالى اول حاجه اختار بي كريتيكال في الام سي كيو حلو ليه؟ لانه هيكبرك بفاي معينه هيقول لك الفاي بتساوي كذا تخش جدول تجيب مين بي كريتيكال طب لو مش مديني الفاي هفرض اول حاجه ان انا فاي 12 واخش جدول اجيبها طلعتها وعوضت في الاي اس بي وحولت عدد اسياخ طب مين قال لي ان انا بي كريتيكال دي صح؟ ما ممكن واحد ياخد 12 وانت تاخد 16 وده ياخد 18 وده ياخد 22 طب مين قال لي انها صح؟ الصح ان عدد الاسياخ يطلع من 5 ل 10 لو طلع من 5 ل 10 12 صح طب لو طلع اكبر من 10 لا يبتدي يلعب في البي كريتيكال طلع اقل من 5 يبتدي برضه يلعب في البي كريتيكال فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ بس كده انا خلصت تصميم السكشن في مشكله؟ طيب تعالى بقى نرسم وركزوا معايا في الرسم ركزوا قوي في الرسم لان الرسم تقيل بس بالطريقه باذن الله انا هشرحها هتلاقوا الدنيا سهله قوي. وبيت ترم عندك بس. ما تنساش ان الكلمه خالص كده. والفاينل رسم كده. الفاينل عملوها معانا بس مش رسم. بتتحسب علينا يجيب لنا سؤال منفصل بس. قالوا لنا كده بس مش عايزك تمشي برضه. هم قالوا لنا كده. قالوا لنا منفصل والكلام ده مش رسم خالص. هم السنه اللي فاتت كان خايفين يحصل مشاكل في الكنترول فهم لو بالظبط عشان كده قلت لك مهما عملوها التالتة صار كويس فأكيد في رسم أنا ركزوا في الرسم واحدة واحدة الرسم اللي أنا هعمله هيعتمد على الكود طب وأنت بترسم كافيه بتعمل إيه؟ أول حاجة ارسم لي الشكل طبعا بإيه؟ بسكيل تمام؟ وإحنا بنرسمه بالسكيل خلي بالكم خلي بالكم من إيه؟ خلي بالكم إن أنا وأنا برسم واحد رسم مثلا وقت ما فيش وراح داب رسمة ومش فاهم هو بيعمل إيه؟ لا ارسم فابريك بس بحرفنة إزاي؟ اللي أنا عارف إن سمك الفلور أكبر من سمك الوول أو الاتنين مع بعض بس ما حدش يفهمني يعمل كده. ايه المصيبه اللي انت عملتها دي؟ ده انت بتقول لي ان الفلور اصغر من الروف. ايه يا عم انت بتعمله ده؟ هيديك صفر. لا ارسم بحرفنه ازاي؟ اللي انا فاهم ان الفلور عشان هي هنجد ومش داخله معايا اساسا سمكها هيبقى صغير انا ما صممتهاش بس كرسم ايه؟ ارسم رسم صح. ارسم كرسم قريب من الحقيقه. تمام؟ فما حدش يعمل كده. طب اعمل ايه؟ اخلي دي مثلا